بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ب interaction of genes. interaction gene تداخل الجينات. مندل لما شرحناه كان عرفنا انه عنده حاجة dominant وحاجة recessive، يعني الصفتين بتوعه لازم واحدة dominant وواحدة recessive. لكن في بعض الصفات العلماء اكتشفوا بعد كده ان هي ما تطبقش عليها مندل، ما ينفعش فيها مندل. ليه؟ يضرب مثلا ريد مع وايت، المفروض يطلع ريد فيبقى ريد dominant، او يطلع وايت فاقول في الحالة دي الوايت هو الدوميننت. لا، ما يطلعش مثلا ريد ولا وايت، يطلع لون تالت خالص، يطلع مثلا بينك. فطبعا طبيعي ما اقدرش اقول ان ريد دوميننت لانه ما طلعش ريد، وما اقدرش اقول ان الوايت دوميننت لانه ما طلعش وايت. فدي سموها نون مندليان تريتس. ويسمع على كده كذا حاجه هناخدها بيسموها الانتر اكشن اوف جين، تداخل الجينات او النون مندليان تريتس. فكتب لك هنا جريجور مندل ارايفد تو ذات اتش تريت از كنترولد باي وان بير اوف جين، كل واحد فيها له وان بير اوف جين. One of them is dominant while the other is recessive. عنده حاجة dominant وحاجة recessive. لكن science found that several traits were not inherited according to Mendel's law. يعني بعض الصفات ما تورثتش على حسب مندل، فبيسموها non-Mendelian character. طيب هنشوف بقى non-Mendelian character دي. زي أمثلة مثلا ليها هو lack of dominance, complementary gene, lesser gene. احنا نشرح دلوقتي lack of dominance. طيب تعال نشوف ايه موضوع نبدا مع بعض. بس هو بيراجع لك هنا حاجه انه كل بير من الصفات طبعا من الكاركتر دي بيسموها الالومورفيك كاركتر. لما تسمع كلمه الالومورفيك كاركتر اللي هو مثلا الصفه اللي عندك اللي هو مثلا ريد وايت تول وشورت كده يعني. في حاله مندل لما حصل تزاوج بين اثنين بيور انديفيدوال، واحد منهم كان دوميننت والثاني كان ريسيسيف، لاحظ ان الانديفيدوال بتاع الجيل الاول كله كان كلهم دوميننت، لكن التو كاركتر مع بعض دوميننت وريسيسيف ظهروا في بنسبه 3 تو 1 في الجيل الثاني، وده بيسموه حاله الكومبليت دومينانس. كومبليت دومينانس اللي هي مندل فيرس، لو حاجه دومينانت عن حاجه دي اسمها كومبليت دومينانس. دلوقتي احنا هناخد حاجه ثالثه اسمها لاك اوف دومينانس، انعدام السياده. لاك اوف دومينانس مفيش حاجه دومينانت عن حاجه، زي المثال اللي شرحته لكم دلوقتي اهو. مثلا جابوا نبات زي نبات اسمه انترينيوم بلانت اللي هو نبات شاب الليل، اسمه كده شاب الليل او انترينيوم بلانت. الريد فلاور مع الوايت المفروض يطلع ريد او وايت، لا طلع لون بيربل اهو، طلع لون ايه؟ بيربل. طيب غريبه قوي دي. لما جه كمان يجيب الجيل الثاني اللي هو ضرب البيربل في نفسه طلع له ايه؟ ريد وبيربل وبيربل ووايت بنسبه 1 ل 2 ل 1. ازاي المساله دي؟ هنحاول نمسكها ستيب باي ستيب كده ونشوف ايه المساله دي حلت ازاي اهو. يبقى هو عملوا ايه؟ جاب نبات ريد مع وايت اللي هو الانترينيوم ده بلانت طلع له بيربل، ده في الجيل الاول. طيب خد البيربل ده ضربه في نفسه طلع ريد وبيربل وايت بنسبه 1 ل 2 ل 1 اهو. ازاي بقى نفسر دي لاك اوف دومينانس؟ هو هنا الريد افترض ان الريد ده صفه قويه فيبقى ار كابيتال ار كابيتال، والوايت مش هقدر اقول عليه ريسيسيف فاقول عليه قوي برضه فيبقى دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ليه؟ لانه ما فيش حاجه اختفت، هو طلع ريد وايت هما الصفتين اختفوا مع بعض، وايه وظهر صفه انترميديت كاركتر صفه وسطيه في النص، ما فيش حاجه دوميننت بقى. شبه بعض اخد منهم واحده، شبه بعض اخد منهم واحده، الاحتمال اللي عندي ان يطلع لي دي تقابل دي فيبقى ار دبليو، هسمي دي بي 1 ودي جي 1 ودي اف 1. الار دبليو ما اقدرش اقول عليها ريد، ما اقدرش عليها وايت، فدي اللي طلع لونها ايه؟ بيربل. طيب هما خد بقى البيربل ده ضربه في نفسه، يعني خد ار دبليو ضربها في ايه؟ في ار اي دبليو، هو البيربل في نفسه. مختلفين هنزل ار والدبليو، مختلفين هنزل ار والدبليو، ده اللي هي الجي 2. فالاف 2 هيطلع لك ايه بقى؟ عندك هنا اهو مثلا تخيل معايا تو بولينج رين اثنين اوفيول، او الار دي مع الاثنين دول والدبليو دي في الاثنين دول، ار في ار تبقى ايه؟ ار كابيتال ار كابيتال، بعدين ار في دبليو اللي هي تبقى ار دبليو، دبليو في ار اللي هي برضو ار في دبليو مش تفرق، دبليو في دبليو هي دبليو دبليو. طبعا ار ار ده لونه ايه؟ ده ريد. طب ار دبليو الاثنين دول لونهم بيربل. طب دبليو دبليو ده لونهم ايه؟ وايت. ادي 1 ل 2 ل 1 تفسير حاله اللاك اوف دوميننس، اللي هي الاف 1 بيطلع انترميديت كاركتر، الاف 2 بيطلع ثلاثة كاركتر بيظهروا مع بعض بنسبه 1 ل 2 ل 1. طيب بعرفها منين المساله دي؟ المساله دي بيكون فيها الثلاث الوان، يعني مثلا اقول لك ريد ويلو طلع اورنج، يبقى دي ما ينفعش مندل. طب اقول لك مثلا بلاك وايت طلع جراي مثلا، دي في حاله الحمام مثلا طلع جراي، يبقى دي يبقى ثلاث صفات. او بلاك ووايت مثلا طلع بلو في حاله الدجاج الاندلسي زي ما هنشرح دلوقتي، يبقى دي ثلاث صفات. اول ما الاقي ثلاث حاجات على طول يبقى دي على طول ايه؟ دي على طول لاك اوف دومينانس. يعني مثلا كان في مساله
يقول لك ايه طول مع مثلا مع راوند يطلع اوفل، فدي حاجه غريبه جدا، ثلاث حاجات طول وراوند واوفل، يبقى دي على طول لاك اوف دوميننس. يبقى اعرفها منين؟ لما يكون فيها ثلاث الوان. نرجع تاني لموضوعنا، هو نبات الانتين لسه شرحنا دلوقتي، فبيقول لك في الانتين بلانت الفلاور بتاع كاركتر بتتميز ب ثلاث الوان ريد وايت وبيربل. المثال اللي قدامنا ده بيشرح بقى اهو الريد مع الوايت، بيقول لك ايه الكلر بتاع الفيرست جنريشن؟ الكلر طبعا هو كاتب لك اهو بيربل، يبقى خلاص يبقى انا عارف ان دي ايه اجابه السؤال ده هتبقى بيربل. ايه هي البوسيبل جينو تايب اوف ذا فيرست جنريشن انديفيدوال؟ الجينو تايب بتاعه ايه؟ رمزه ايه اللي طلع لك ده؟ لما يكون ده ار كابيتال ار كابيتال، ده دبليو كابيتال دبليو كابيتال، يبقى ده يطلع لك رمزه الجينو تايب بتاعه ايه؟ ار دبليو. يبقى اتعلمت كلمه جديده، جينو تايب اللي هو الرموز دي. طيب لما الفيرست جنريشن وير سيلف بولينيتد، عملت تزاوج مع نفسه، اللي هو ار دبليو في ار دبليو. طيب ايه هي البوسيبل بوسيبيليتي اوف فلاورز كلر انهيرتنس في السكند جين؟ طلع لك ايه الوان في الجيل الثاني؟ طلع لي ريد وبيربل وايت. لما ضربت البيربل في نفسه طلع لي ايه؟ ريد وبيربل ووايت. طيب ايه هي الريشيو بينهم؟ كانت 1 ل 2 ل 1. يبقى تمام، احنا قلنا هنا لو سالك على الريشيو بتاعت الفلاور قلنا 1 ل 2 ل 1. سؤال تاني، دو ذيس ريزلتس اجري وذ مندلز لو؟ اكيد طبعا لا، لان احنا اتعلمنا انه مندل بيطلع في الاف 2 في الاف 1 دوميننت وفي الاف 2 بتطلع 3 ل 1، لكن هنا الاف 1 طلع انترميديت كاركتر وفي الاف 2 طلع 1 ل 2 ل 1، يبقى الاجابه لا. طيب هنا بيقول لك بيراجع لك بقى، بيقول لك انه في المثال اللي عندنا دوت هنا الكالر برضو كاركتر بكنترول بير اوف جين برضو، لكن مفيش حد فيهم دوميننت اوفر ذا اذر. طيب ده بيحصل بحاله الجين انتر اكشن، تمام، بيكون ليه كل جين بيبقى ليه تاثير يعني. طيب لو حبينا نقارن بين الكومبليت دوميننس واللاك اوف دوميننس، دي مندلين كيس، اما دي نون مندلين كيس. طبعا الاف 1 هنا دوميننت، الاف 1 هنا انترميديت كاركتر، الاف 2 هنا بيبقى 3 تو 1، لكن الاف هنا بيبقى 1 2 ل 1. هنا بفرق بين البيور والامبيور، طبعا لا يعني دي خلاص بقى ما بقتش موجوده، اللي هي التست كروز ما بقتش موجوده، اللي انا هنا باينين طبعا بالشكل بتاعهم يعني بالفينوتايب. يعني مثلا طلعت فوق هنا الريد ار كابتل ار كابتل، الوايت دبليو كابتل دبليو كابتل، ملوش احتمال تاني. البيربل ده ار دبليو. في مندل لا، ما انا ممكن اقول الريد ار كابتل ار كابتل او ار كابتل ار سمول، يبقى مش هعرف افرق بينهم يعني مش هقدر اميزه. اكزامبل هنا مثلا زي البي بلانت نبات البسله، اكزامبل هنا زي الانترين بلانت او الاندريسن فولز. ايه بقى قصه الاندريسن فولز دي؟ تعال نشوف. الاندريسن فولز هو دجاج لونه ابيض مع اسود فبيطلع بلو، تمام. طيب هعملها ازاي؟ وايت وبلاك، الوايت هو ضرب وايت في بلاك، الوايت دبليو كابيتال دبليو كابيتال، طب البلاك بي كابيتال بي كابيتال، اخد من هنا حرف من هنا حرف يديك ايه؟ دبليو بي، ده اللي هو لونه ايه؟ بلو. طيب ايه تاني؟ ده كده البي 1 وده الجي 1 وده الاف 1. تعال نشوف بقى البي 2 اجيبها ازاي، اللي هو البلو في نفسه اللي هو دبليو بي في دبليو بي او بي دبليو، مش تفرق يعني. هنزل هنا دبليو ونزل هنا بي، هنزل هنا دبليو ونزل هنا بي لانهم غير بعض، اضرب بقى دي في دي تبقى ايه؟ دبليو كابيتال دبليو كابيتال، او دي في دي يبقى دبليو كابيتال بي كابيتال، او دي اللي هي دبليو كابيتال بي كابيتال، واخيرا بي بي. طبعا ده وايت والاثنين دول بلو وده بلاك، فطلعت ايه؟ وايت البلو لبلاك نسبة 1 ل 2 ل 1. طيب دي مسألة، تعال نشوف هنا. اتنين بلو اندريسن فولز طلعوا بلاك ووايت وبلو. اتنين بلو ضرب اتنين بلو في بعض. انت هنا عارف ان البلاك بي كابيتال بي كابيتال والوايت دبليو كابيتال دبليو كابيتال، البلو يبقى ايه؟ بي دبليو مثلا. فانا هنا ممكن اقدر اعرف دلوقتي اتنين بلو لما ضربهم في بعض هاخد ايه؟ هاخد بي دبليو في بي دبليو، اهو بي دبليو في بي دبليو. طب انت يا مستر كتبتها فوق دبليو بي، مش تفرق بي دبليو او دبليو، مش تفرق. ليه خدت بي دبليو بي دبليو؟ عشان هو قال اتنين بلو مع بعض. اضرب كده وزع الاول بي ودبليو، هوزع هنا بي ودبليو، طبعا ده البي وده الجي، اضرب بقى دي في دي هتبقى بي كابيتال بي كابيتال، بعدين دي في دي يبقى بي دبليو، ودي في دي دبليو بي او بي دبليو، هي مش تفرق، والاخيرا دبليو دبليو. طبعا ده بلاك، الاثنين دول بلو، والاخير ده ايه؟ وايت بنسبه 1 ل 2 ل 1. كده واحد يقول لي ده نص المساله الثاني، مش مشكله انا بحل المساله اللي قدامي وخلاص ايا كانت بقى.
طيب ميتنج بتوين اتنين بيربل اند اتنين امبلان طلعوا ريد ووايت وبيربل. انت طبعا مش عارف اجيب البيربل رمزه منين، نروح هنا البيربل انت عارف ان هو رمزه في حاله مثلا دي ار كابيتال ار كابيتال، والوايت دبليو كابيتال دبليو كابيتال. طب والبيربل دي ار دبليو، انا بضرب هنا ايه اتنين بيربل في بعض، يبقى هضرب بيربل في بيربل اهو، يبقى ايه ار دبليو في ار دبليو، هوزع الاثنين ار ودبليو، هوزع هنا ار ودبليو، هيطلع لك ايه بقى؟ اضرب دي في دي بار ار، وان دي في دي بار دبليو، ودي في دي اللي هي دبليو ار او ار دبليو، والاخيره دبليو دبليو. تمام اهو، ده طبعا لونه ايه؟ ريد، ودول بيربل، ودول وده وايت، يبقى بنسبه كام لكام؟ برضو 1:2:1. طب اتنين جراي طلع بلاك ووايت وجراي، بلاك تعرف بي دبليو بي بي كابيتال بي كابيتال، والوايت دبليو كابيتال دبليو كابيتال، يبقى جراي يبقى بي دبليو. واحد يقول لي ده احنا كنا قايلين عليه بلو فوق، ماليش دعوه انا بالمساله بحلها وخلاص. هو ضرب اتنين جراي في بعض، يعني ضرب جراي في جراي، يعني بي دبليو في بي دبليو، هوزع بي لوحدها ودبليو لوحدها، بي لوحدها ودبليو لوحدها، يطلع لي ايه؟ بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال دبليو بي كابيتال دبليو ودبليو دبليو. طبعا ده بلاك، دول جراي، وده وايت بنسبه 1:2:1. ما تنساش اكتب دي بي ودي جي ودي اف. تمام، نفس الكلام برضه هنا فوق في المساله دي، بي وجي واف. طيب كده خلصنا مسائل الليك اوف دوميننس. هنتنقل تاني على نوع تاني اللي هو هنتكلم عن بقى البلاد جروب والليسر جين والحاجات دي.